الدستوري. السيد الوزير، تكلمتوا على صندوق التمويل الطرقي، بعض الاتفاقيات الخاصة مع مجالس إقليمية، إقليم تيزنيت نموذجا، كانت اتفاقية من 2015 اليوم شبه متوقفة شبه متعطرة. بغينا نعرفوا المآل ديال بعض المشاريع اللي فيها، خصوصا بعض المشاريع المهيكلة، الطريق الإقليمية 1929 وغيرها من الطرق، والطرق اللي تعطوا الصفقات ديالها وغير منفذة لحد الآن. شكرا. هل هناك تعقيب إضافي آخر؟ تفضل سي النائب الجمعة النيابية. شكرا سيد الرئيس. السيد الوزير، كنلتمس منكم باش يكون التدخل في القريب العاجل إصلاح الطريق الرابطة بين جامعة زريزار وجامعة بوهدة في إقليم تاونات، راها في وضعية مثرية سيد الوزير. وشكرا. سيد الوزير لرد على التعقيبات. السيد الرئيس، أولا هذه القضية المديرية الإقليمية صحيح، تكلمتوا واحد العدد ديال السادة النواب مشكورين تكلموا في هذا الموضوع. دابا أنا قلت سننظروا في هذا الموضوع مستقبلا، ما مرتبطش غير بالوزارة، لأن ملي تتخلق مديرية خصك تشوف بطبيعة الحال الرأي ديال أحد الوزارات الهامة اللي هي وزارة المالية. فيما يتعلق بمراكش، سيد النائب بغيت نضبط معاك، متى وعدتك؟ لأنه دابا أنت قلت أمام الرأي العام أنني وعدتك، أنا ما تذكرتش هذه القضية. واش وعدتك ملي استقبلتك؟ حيت عادة إلى وعد تنوفي. أنا هذه القضية ما تذكرتهاش باش تكون الأمور واضحة، باش ما يقولش الرأي العام أنني وعدت بشيء. على كل حال أنا غنستقبلك من بعد واش يقول لي هذه القضية ونشوف، لأنه هذا ما يمكنليش نجي ونقول لك غادي نديرها والحال أن القضية فيها واحد العدد ديال الأمور. فيما يتعلق بصندوق التمويل الطرقي، صحيح صندوق التمويل الطرقي يتدخل في عدد كبير من الاتفاقيات، واساسا اللي كان عنده البرنامج الكبير كان عنده البينيغدو، راح نتكلموا على 15 مليار ديال الدرهم. الان جميع الاتفاقيات اللي توقعت، خاصه اللي توقعت امجاد الملك الله ينصره، كلها مشات عن صندوق التمويل الطرقي. وصحيح عنده اشكاليات الان، انا اعالجها الان مع وزاره الماليه، لان هذاك الوقت اللي تياخذه ما بين لادجوديكاسيون منين تخرج طلب العروض الى غايه الفيزا ديال التاشيره ديال هذا الشيء، في بعض الحالات تتجاوز 6-7 الاشهر، وهذا تيخلق اشكال. شكرا سيد الوزير. ونمر الى السؤال الرابع في جدول الاعمال، فريق الاثار والمعاصره. تفضل سيد النائب. شكرا سيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الوزير المحترم، نسائلكم عن تنزيل مقتضيات القانون 27/13 المتعلق باستغلال المقاليع. جواب السيد الوزير. السيد الرئيس، شكرا السيد النائب، اعطيتوني فرصه انا غادي نعاود ندقق، لان هذا الموضوع تكلمت عليه ونقول شنو درنا فيه بالضبط. لما خرج بطبيعه الحال القانون اصدر في الجريده الرسميه، خرجنا المرسوم في 30 نوفمبر 2017 وخرجت واحد العدد القرارات ديال السيد وزير الجهاز والنقل اللوجستيك والماء اللي تتعلق بالكفاله البنكيه، اللي تتعلق بتحديد مناطق الخطر المنشات الملحقه بالمقاليع، بتحديد مضمون المستخرجات، تتعلق بالتصريح بالكميه المستخرجه من المقلاع، بتحديد نموذج السجل الوطني لجرد المقاليع ومحتواه. هادشي كلشي درناه، باقي لينا جوج القرارات. قرار مهم اللي مرتبط بالشرطه ديال المقاليع عرض في المجلس الحكومي وكانت عليه ملاحظات نحن نشتغل عليه، وقرار مشترك مع وزير الصيد البحري كذلك هو قيد الانجاز. هذه المنظومه هي اللي غادي تدير التحول في تدبير هذا الموضوع ديال المقاليع، اللي انا تنعرف تأرق البال ديال الساده المنتخبين. شكرا السيد الرئيس. تعقيب سيد النائب. هذا القطاع راه قطاع حيوي سيد الوزير، لقنا الاشغال العموميه والبناء راه هو الماده الخام ديال الطريق وديال ديال المطار وديال المرصى وديال العماره وديال الدار. السيد الوزير، هذا القطاع من نهار خرج في الجريده الرسميه راه 35% باش رجع اللور، 35%، لان كاين تخوفات ديال لان هذا القانون كان سياسي اكثر من هو تقني. السيد الوزير معروف عليكم، وهذا القطاع انتم راه خبراء فيه، راه معروف عليكم
خبراء في هذا القطاع وغادي ديروا الملائمة الله يرزق بخير ما بين الملائمة ما بين ما بين ما بين الإدارة والمستثمر. المستثمر راه كي اليوم كيتعرض للضغوطات والابتزازات من طرف السكان ومن طرف السلطة ومن طرف الأسميتو، خصكم تحميوه والله يرزق بخير مادام مازال ما خرجش هذا سميتو. عاهدنا فيكم الصراحة ديروا واحد الملائمة، ملائمة اللي كتحمي المستثمر، لأن هذا المستثمر راه هو الـ هو الـ هو البلاد. شكرا لك بخير عفنا عليكم. هل هناك شكرا سيد النائب شكرا. هل هناك تعقيب إضافي في الموضوع؟ أرد السيد الوزير فيما تبقى من الوقت. لا أنا شوف سيد النائب أنا متفق، هو هذه القضية المقاليع اللي تيقولوا بالفرنسية ستانكاستيت في الحقيقة، هذا هو الواقع ديالو. دابا حنا هذاك التوازن دابا ما حد ما كانش عندنا الترسانة كاملة، دابا ملي غتولي الترسانة كاملة التنزيل ديالو أنا متفق معك يحتاج واحد الجهد، لأن غيحتاج جهد من جهتنا حنا ومن جهة السلطات المحلية واللجان اللي غادي تكون، لكن حنا عندنا حساسية لهذه القضية فعلا، لأن كاين اللي عنده تصور أن المقاليع كلها مدمرة للبيئة وهذه صحيح اللي درنا في القانون الجديد. شكرا السيد الوزير، تاع الوقت. سنمر إلى السؤال الخامس، فريق العدالة والتنمية. تفضل سيد النائب. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير المحترم، في إطار تقييم البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية واعتمادا على معيار الفعلية والفاعلية لهذا البرنامج، نسألكم السيد الوزير إلى أي مدى كان البرنامج فعليا وفعالا في بلوغ أهدافه على أرض الواقع؟ جواب سيد الوزير. السيد النائب صراحة أنا صعيب علي الآن نقيمه، لأنه كانت لجنة موضوعاتية ديال مجلس النواب اللي دارت التقييم لهذا البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية، وأنا في حينه ما خديت الكلمة في هذا الموضوع تمنت ما قامت به اللجنة الموضوعاتية وقلت أن مجموعة من التوصيات أخذت بعين الاعتبار في ما نحن بصدده الآن اللي هو تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية. بطبيعة الحال اللي كان إيجابي ربما في البينيغ دو هو هذه القضية ديال التشاركية، كانت هناك بطبيعة الحال واحد المجموعة المؤشرات دارت، الآن بطبيعة الحال أخذ عدد منها بعين الاعتبار فيما يتعلق بهذا البرنامج الذي نحن بصدده. شكرا سيد الرئيس. شكرا. تعقيب سيد النائب تفضل. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، بالفعل على مستوى تقييم البرنامج الثاني للطرق القروية نتمن البعد السوسيو اقتصادي خاصة الأثر الإيجابية لهذا البرنامج على الساكنة وعلى مستوى عيشها، خاصة على مستوى التمدرس والصحة العامة وظروف التنقل وتنوع مصادر النقل مصادر الدخل، ولكن لابد كما قلتم سيد الوزير أن نسجل مجموعة من الملاحظات ومجموعة من التوصيات اللي رصدتها اللجنة الموضوعاتية المتعلقة التي كلفت بتقييم هذا البرنامج لتداركها فيما سيأتي من البرامج. هذا البرنامج سيد الوزير على مستوى التنزيل المادي لم ينجح وفق الأجندة الزمنية والتقنية المحددة، بحيث بعد سنة أو بعد انتهاء سنة من أجل انتهاء البرنامج تم تسليم 85% من الطرق، 10% بقيت قيد الإنجاز، و 404% أي ما يعادل 600 كيلومتر لم تنفذ. على مستوى هدف الولوجية لم يتحقق في سوى في 34 إقليم من أصل 52 إقليم مستهدف. على مستوى التمويل الميزانية الإجمالية عرفت تحيين سنة 2008 و 2011 مما زاد الكلفة الإجمالية حوالي 27.44%. لهذا السيد الوزير أنه ضروري من الاستمرار في تحقيق العدالة المجالية في البرامج المقبلة، ثم كذلك ضرورة إنجاز كل الدراسات التقنية قبل وضع التصور الأولي للمشاريع. شكرا سيد النائب. هل هناك تعقيب إضافي في الموضوع؟ تفضل سيد الوزير أرد على التعقيب. هذيك القضية ديال اللي وقع في الوقت ديالو صحيح،
وواحد الاشاره شرتي ليها مهمه جدا، هو عموما ملي تطلق واحد العدد ديال المحاور والمقاطع ما كانتش عليها دراسات، وحتى طلبات العروض يعني الكلفه الحقيقيه تتبان ملي تدار طلبات العروض، اذا هذا تيشرح. لكن انا عندي الرقم الان حيت كنت نتكلم عليه قبيله، راه الجماعات الترابيه خصها تدفع 782 مليون ديال الدرهم، وانا كما قلت هذا ماشي مبلغ بسيط يمكن لينا نتجاوزه، هذا مبلغ غير هن واحد العدد ديال المحاور والمقاطع الطرقيه، وهذا في العمق تيطرح الاشكال ديال التزام الاطراف، لانه البرنامج تيدار ولكن الا ما التزمتش الاطراف به كامل الاطراف بطبيعه الحال تيخضع لواحد العدد ديال التاخرات. لكن اجمالا فيما يتعلق بنسبه الولوج، نسبه الولوج الاجماليه ها تنتكلموا على 79.3% بطبيعه الحال ما بعد الاختلافات لان حسب المناطق، وحتى هذا الشيء اللي بقى لينا بالنسبه لهذ الجماعات الترابيه اللي ما كملتش واحد العدد ديال المحاور الطرقيه، المحاور الطرقيه الصعبه التي تستلزم ربما لان ملي تنديروا لاكتواليزاسيون تلقاو البعض منها تيولي تقريبا جوج حتى جوج. شكرا للسيد الوزير.